أهلا بيكم أنا حرصت إن انتوا تشوفوا النوعية دي من الفيديوهات رغم إنها قاسية جدا لأن عنوانها هذا جنون ده جنون ده نوع من المنتاليتي ديس اوردرز أكيد يعني في خلل عقلي في الموضوع إن واحد يعرض حياته ما نقدرش أكيد ده مش هيعدي سليم يعني إن لم يفقد حياته هي كمان وحا... تفادى وحا... في سبب في حادثة يعني كوارث يعني و... و... وعايز أقول لكم على كلام مخيف جدا جدا خاص بالعمود الفقري. رئيس لشركه الكلام ده منسوب لحد مسؤول في, في, في شركه عملاقه. قال ايه؟ قال ان الدراجه لا تنقذ الكوكب. ده على كلامه بل على العكس تؤدي الى مشاكل في الاقتصاد لان راكب الدراجه او ممارس الرياضه واخد بالك؟ الدراجه ولا اللي بيمشي على رجليه. اولا ما بيشتريش عربيه. ولا بيشتر... ولا بيقترض ثمنها، ما بيشتركش في التامين، ما بيشتريش آآ آآ بنزين، ما بيرسلش العربيه للصيانه، ما بيستخدمش مواقف السيارات المدفوعه، ما بيعملش حوادث وبالتالي شركات التامين ما بتشتغلش. قال ال... 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 كده مش بي... ما بيصابش بالسمنه وبالتالي <applause> ما بيعملش عمليات. آآ آآ آشخ... اشخاص الاصحاء هو على كلامه ليسوا ضروريين للاقتصاد. طبعا ده كلام ساخر جدا وخطير جدا وفي منتهى الخطوره. قال انه انه مطاعم الفاست فود بتشغل ناس كتير على كلامه. طبعا ده كلام مخيف جدا لو يعني لو ثبت ان هو حقيقي فكلامي وادي في ستين ده هي لانه احنا الطب الحقيقي مع الصحه. الاطباء يريدون ان طبعا هو قال جمله كمان او نسب إلي إلي, الي الي جمله ما انا مش متصور ان في حد عاقل يقول الكلام ده. بس نوسي قال لك انه الاخطر من اللي بيركبوا دراجات، بيركبوا عجل، اللي بيمشى على رجليهم وبيجروا. دول ما بيشتروش دراجات اساسا. <applause> فمش مفيدين للاقتصاد. ودول اللي عندهم لياقه ما يجيلهمش ديسك. واحنا عايزين كده. مش عايزين احنا مش الدكاتره مش اللي هو ايه؟ الناس كلها بقى يجيلها، لا احنا عايزين الناس كلها تبقى صحاء الناس كلها تبقى في صحه كويسه. ممكن مع العمر يجي بايجين كونديشن حاجه مع السن لكن ما الاقيش 40 سنه و30 سنه والناس اللي احنا شايفينهم دول. النهارده حوار مهم جدا 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 والحقيقه نوع معين من الحوارات العلميه انا بنتظرها لانه مع قيمه علميه قديره ومميزه للغايه، اولا اسلوب علمي راقي جدا في الشرح والتفصيل ودايما عنده الجديد ودايما بيحط ايده بقى على النقاط اللي مجهوله في الثقافه الخاصه بجراحات المخ والاعصاب النهارده الجديد النهارده هنوضح لكم ونور لكم اجزاء مهمه جدا في الثقافه المرتبطه بعالم المثير جدا عالم المخ والاعصاب مع القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع علميا واكاديميا وجراحيا الاستاذ الدكتور ايهاب محمد عيسى أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، جامعة كورنيل نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وهلسنكي الفنلندية، وصاحب تكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب لعام 2010 وعام 2015 وعام 2017 القيمة الجراحية الكبيرة اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا دكتور أيمن قبل ان ندخل الى سؤال الغضروف المرتجع كم حالة من الحالات اللي احنا شفناها دي في الحوادث دي بتجيلك دي حقيقة دي مأساة اه دي مأساة الفيديو اللي اتعرض ده مأساة ويمكن حضرتك قلت جملة جميلة جدا قلت احنا عايزين ناس أصحاء مفيش أي دكتور في الدنيا يتمنى انه يشوف في الحاله دي وهي جايه عنده في الطوارئ لان ما عندكش فكره بتبقى منظر الحاله ايه احيانا بيبقى مش مجرد بس كسر في الفقرات بيبقى احيانا قطع في الحبل الشوكي كمان وبتبقى حتى العمليات لما يوصل قطع الحبل الشوكي ما عاد اي لازمه خلاص انت بتعمل بس حاجه تثبيت فقرات لكن لو حصل قطع بتشوف شاب قدامك هيعيش عمره مشلول علشان لحظه زي دي بلا معنى بلا اي معنى يا ريتها مثلا اصابه عمل ولا في الرياضه مهمه كان اولمبيه وصاب غصب عنه ما كل حاجه بقدر صحيح لكن ده ده انتحار الاخطر ان واحد زي ده يتسبب في شلل بني ادم تاني ما عملش اي غلطه يخبطه آه. او حاجه ده اه بالظبط اخطر يعني شيء يكون يعني حد معدي موتوسيكل ثاني وماشي بما يرضي الله يروح خابط في ده بالزبط. لماذا اخترت سيادتك الغضروف الضيق المرتجع كموضوع قبل ان ندخل في الموضوع لان هو ده من اكثر المواضيع الدقيقه جدا في علم العمود الفقري والمخ والاعصاب ولكنك تعرف يا دكتور ايمن ان كميه كتب علميه كتيرة جدا في هذا التخصص عن الغضروف المرتجع كميه رسائل دكتوراه وماجستير كل يوم عن كلمه الغضروف والضيق المرتجع يمكن انا اتذكر مثلا اخر رسالتين ناقشتهم في الجامعه كانوا عن الغضروف المرتجع لان الموضوع مهم جدا الموضوع ده مش موضوع محتاج دقه في كل مرحله من مراحله بدءا من التشخيص لحد العلاج بتاعه مش اي حد يقدر يتصدى ليه ولازم الموضوع ما يتاخدش بطريقه بسيطه جدا لازم لازم دقه ولازم خبره معينه في هذا الموضوع من, بدايه التشخيص <applause> م. نبدا بالتشخيص ما هو التشخيص ما هو التشخيص مهم جدا في الغضروف المرتجعه كلمه التشخيص ليه انا قلت الجمله دي لان في الغضروف المرتجعه لازم الدكتور يركز على ثلاث حاجات الأشعة والفحص الإكلينيكي ويعرف من الحالة كانت بتشتكي من إيه قبل العملية اللي عملها زمان طب ليه التلات حاجات دي لأن لازم التلاتة يبقوا موجودين في عقل الدكتور مع خبرته قبل ما يقول إن الغضروف اللي باين في الأشعة دي اللي باين قدامه هو السبب في المشكلة اللي بيعاني منها المريض طب ليه لأن أحيانا يا دكتور أيمن ممكن تسمع إن جميع الحالات اللي عملت تدخلات في العمود الفقري جراحيه أو تدخلات جراحيه محدوده بالميكروسكوب لما بتيجي تعمل لها إشعاعات ممكن تشوف في الإشعاعات حاجه لأن الغضروف زي ما أنت باين هنا قدامنا في الصوره هي عباره عن ماده ليفيه في الخارج وماده جيلاتينيه في الداخل لما بنيجي نعمل التدخل مثلا جراحي محدود بالميكروسكوب بندخل من الجزء الليفي اللي اتقطع وطلعت منه الماده الجيلاتينيه ونزيل الماده الجيلاتينيه اللي ضغطت على العصب أو الجزء الفراجمنت اللي ضغطت على العصب اللي باينه في الصوره ولكن بنحافظ على جدار الغضروف علشان ده بيضيف في توازن العمود الفقري لما مثلا بيبقى في ضيق عند مخرج العصب بنشيل جزئيه العظام اللي ضغط على هذا الضيق ولكن بنحافظ على مفاصل العمود الفقري وده عبقريه التدخل المحدود بالميكروسكوب لما بتيجي الحاله تعمل أشعات في كتير من الاوقات يبان ان في غضروف طالع من مكانه يبان ان زال ضيق يبان التصاقات فيظن بعض الناس قليل الخبره بان في مشكله انا عايز اخلي الناس تاخد بالها من حاجه. لان النهارده في الحلقه انا بتكلم على موضوع كبير فعايز الخص الموضوع ده. دا. دايما علشان هقول كلمه ملخص يبقى لازم كل جمله تتقال فيها تبقى مهمه. ما ينفعش اسيب جمله منها لانها هتفقد المعنى. انا بقول الاشاعات مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص. مم. مش حد يقولك ملهاش قيمة لا هي مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص. بمعنى احنا قلنا ان ممكن نعمل اشعة الحالة ويطلع فيها باين فيها غضروف او ضيق، ما اقدرش احكم لحد كده. لازم اضيف الفحص الاكلينيكي واضيف الحالة كانت بتشتكي من ايه؟ لأن احيانا ممكن لما نضيف الفحص الاكلينيكي نلاحظ ان الالم اللي بيعاني منه الحالة هي الام ملهاش علاقة بالعصب. هي ألم لها علاقة بخشونة المفاصل. الام لها علاقه ببعض التهابات العصب هنا مثلا باين عندنا في الصوره حاجه مهمه جدا اللي هو مفصل الحوض او الساكرو إليك جوينت اللي عليه السهم ده من المفاصل اللي بتحصل فيها خشونه بصفه مستمره وليه في حالات العمود الفقري دايما مريض العمود الفقري بالذات في كبار السن لما بيبقى العصب مضغوط بيقعدوا في السرير فتره طويله مش قادرين يتحركوا من الالم القعده والنومه الكتيره دي بتتسبب ان تحصل خشونه خشونه في مفصل الحوض خشونه في مفصل الركبه وفي كمان مفصل الفخذ ممكن تحصل فيه خشونه أضف إلى ذلك ممكن ياخدوا أدوية معينة زي كورتيزون فترات طويلة تعمل زي هشاشة في العظم فتضيف للخشونة اللي بتحصل لما بيعمل التدخلات في العمود الفقري بتبدأ الألام دي تتحسن ويبدأ يمشي لما يبدأ يمشي ويرجع للحتة الطبيعية تبدأ ألام الخشونة في المفاصل دي وده ودي حاجة بسيطة بنطمن الحالة ونبدأ العلاج بتاعها ونعرفه ان ان الحاجه اللي باينه في الاشعه ديت مش هي اللي عامله المشكله ولكن دي خشونه بسيطه في المفاصل سواء خشونه في مفصل الحوض حاجه عاديه خشونه في مفصل الركبه حاجه عاديه ودي هتتعالج وما فيش مشاكل لكن ده جروب من الناس او دي مجموعه من الناس اللي لقينا في الاشعه حاجه ولكن فحصنا اكلينيكيا لقينا الحاجه دي مش مسببه اي مشاكل وعنده الالم اللي بيعاني منه حاجات تانية وحاجات علاجها موجود وما فيش فيها اي مشاكل في جروب تاني عندهم نفس المنظر في الاشعه ضغط على الاعصاب او ضغط على الضفيره العصبيه ولما بنيجي نفحصه نلاقي الام شديده الام شديده الام عصب اللي يتقال عليها زي الام عرق الناس الام ماسكه رجله من فوق لتحت الام شديده واحيانا بعض الناس اللي بيعملوا عمليات ممكن تكون الالام دي اشد من قبل العمليه ومن اول يوم وبالفحص متطابقه تماما مع الام عصب هنا قدرنا نشخص هنا هنقدر بقى بعد كده نقدر نقول اه فعلا ده غضروف مرتجع او ضيق مرتجع محتاج تدخل يبقى هنا فرقنا بين حاجه باينه في الاشعه مش عامله مشكله ومش هيتعمل لها حاجه ولكن هنعالج حاجات تانية التهابات عضلات خشونه مفاصل وحاجه تانية ضغطه وهيتعمل لها مشكله زي مثلا الحاجه اللي باينه عندنا هنا في الاشعه حاجه كبيره ضغطه وفحصنا العين اكلينيكيا اتضح ان عنده الام ماشيه مع الام العصب العصب المضغوط <applause> يبقى التشخيص مهم مش اي واحد باينة عنده حاجه في الاشعه عيان عمل عمليه وراح بس انا بشوف في عيادتي حالات كتير عاملين عمليات عند ناس وراحوا عند دكاتره خوفوهم ممكن لما فحصوا ما لقينا الالام اللي بيعانوا منها ملهاش علاقه باللي باين في الاشعه وبنطمنهم وما فيش مشاكل وناس تانية لا هي الام شديده مرتبطه بالحاجه اللي موجوده في الاشعه احنا عندنا مستويات عديده في العمود الفقري تمام. صح كده هل قواعد التشخيص اللي احنا قلناها دي تنطبق على جميع المستويات بتاعه العمود الفقري؟ هو أنا دايماً بحب في النقطة دي أفصل، دايماً لما وأنا يمكن قلت قبل كده، دايماً أنا عندي وجهة نظر في العمود الفخري، بحب أتعامل إن الفقرات العنقية والظهرية ده جزء والفقرات القطنية جزء تاني، ما بحبش إطلاق عليها في المجمل عمود فخري، طب ليه؟ هو مش مزاج، علشان الحبل الشوكي. زي ما باين هنا في الاشعه الحبل الشوكي هو تلك الالياف العصبيه اللي بتحمل جميع الذبذبات العصبيه من المخ وبتنزل في الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه وبتنتهي عند نهايه الفقره القطنيه الاولى. <applause> يبقى عند الفقره القطنيه الاولى ده نهايه الحبل الشوكي اللي بعد كده الضفيره العصبيه وجذور الاعصاب. فعلشان كده الحبل الشوكي ده حاجه ثمينه جدا وهو بيتحكم في حركه الجسم وفي حركه وفي الجهاز التنفسي وفي الجهاز البولي وفي الجهاز التناسلي. وهو حاجة دقيقة جدا حاجة سمكها مش كبير وماشية داخل العمود الفقري أي تأثر عليه أو أي ضغط عليه بيقضي لأعراض كبيرة جدا علشان كده الاهتمام بيه بيبقى مختلف فلو في حالات ظهر عندنا في الفقرات العنقية ضغط على الحبل الشوكي هنا قانون مختلف حتى في المرتجع يعني مثلا أنا في حالات مثلا بتبقى عاملة مثلا فقرات عنقية عندي أي دكتور مثلا لي العيان تعبان بعمل أشعات لو لقيت ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية خلاص هنا خلاص في ضغط على الحبل الشوكي زي الحالة اللي موجودة دي دي كانت عملت عند دكتور وعملت من الأمام تدخل شلغة ضريف متعددة والعيان بعد كده حالته اتدهورت لما عملنا اشعه الحبل الشوكي مضغوط خلاص هنا لازم يتعمل تدخل انما في الفقرات القطنيه قلنا لا لازم نكومباين مع لازم نفحص اكلينيكيا نشوف هل الحاجه اللي ضغطة دي عامله مشكله ولا لا انما في الحبل الشوكي الموضوع مختلف <applause> حبل الشوكي مضغوط في الاشعات لازم في الفقرات العنقية. في العنقية والعيان بدا اكلينيكيا يعاني لا لازم يتم رفع الضغط عن الحبل الشوكي سواء في الحالات اللي ما عملتش قبل كده او حاله عملت قبل كده <applause> احنا ما زلنا تحت عنوان ومظله ما يسمى بالغضروف المرتجع هل من ضمن الاسباب اللي كلمه غضروف مرتجع انه تجرى الجراحه وشفنا الحاله الاخيره اما في مكان غير مجهز لاجراء نوعيه دي من الجراحات والكلام نحط تحتيه خطوط او من خلال من لا يمتلكون خبره الكافيه لاجراء نوعيه دي من الجراحات والله هي ديت انا شايف دكتور ايمن هي دي اهم محور في كلمه الغضروف المرتجع اهم محور في في اسباب تانية علشان نكون صادقين يعني في سبب جين ممكن يكون واحد عنده عرضه ان يجيله غضروف وبالمناسبه ممكن يجيله في مكان تاني في جسمه غضروف تاني ممكن تبقى العمليه زي الفل وكل حاجه تمام وحصل له غضروف مرتفع وده ما فيش حد أي لازم لازم فيه ده حاجه بعد جيني ممكن السبب يكون ليه علاقه بالستايل اوف لايف بطريقه الحياه حد عمل والعمليه نجحت وكل حاجه لكن هو بيمارس الحياه بطريقه غلط بيشيل بطريقه غلط بيمارس حياته بطريقه غلط بالذات رفع الحاجات بطريقه خاطئه انه يحمل على العمود الفقري احنا عارفين لما بتيجي تحمل حاجه بيتحمل دايما على مفصل الركبه وظهرك مستقيم لكن لما تحمل على ظهرك زي بتشيل حاجه زي بتشيل حاجه اللي بتحطها حتى في كولدير الميه تحمل على ظهرك تتني وتعتمد على مفصل العمود الفقري هي مش هتبقى بالقوه بتاعه مفصل رجليك فيضطر الغضروف هنا ممكن الضغط اللي يتعرض له كبير فهيخرج فكده معناها يحصل غضروف مرتجع سواء في المكان القديم او او مكان جديد وكده برضو العمليه ناجحه بس حصلت الحاجه دي نتيجه الممارسه الخاطئه لكن السبب الرئيسي اللي بشوفه في معظم الحالات هو ان الجراحه الاولانيه بتكون معموله في مستشفى غير مجهزه ودايما غير مجهزه بتبقى مع دكتور قليل خبره لان يعني الدكتور اللي عنده خبره لازم بيختار المستشفى المحترمه اللي يشتغل فيها حتى يقدر يعبر عن الخبره بتاعته، هيقدر يدي العيان الفائده العلميه اللي هو مارسها على العمر كله بالاجهزه والتقنيات الحديثه اللي موجوده. دايما بشوف الحالات دي وبشوفها في عيادتي بصفه مستمره بعد ما العيان يكون خلاص استنزف الطرق. عمل عمليه وفشلت مع حد وبدا انه يعاني شفت في فترة الاخيره كذا حاله ممكن منها يقعد عاجز فتره في حاله منها قعدت عاجزه مثلا سنه وحاله تانية سنه ونص ماشي على عكاز مش قادره تتحرك في كمان يعني دكتور قريب كان عندي دكتور يعني عمل عمليه وجاله سقوط جزء في مشط القدم بتاعه طبعا بتسال العمليه اتعملت في مكان غير مجهز لان احنا اتفقنا ان التقنيات الحديثه وغرفه العمليات المجهزه اللي فيها جميع الاجهزه، انا دايما بحب الصوره دي وبحبها دايما تبقى الناس تتيقن منها، يعني غرفه عمليات فيها الميكروسكوب اللي على اعلى مستوى، م. فيها جهاز الاشعه في غرفه العمليات اللي اصطلح على تسميته الملاح الجراحي اللي بيوريك وانت شغال انت شغال في انهي نقطه بالظبط فين؟ في فريق مراقبة الأعصاب أنا اتكلمت عليه كتير فريق مراقبة الأعصاب زي ما حضرتك شايف هنا في الشاشة ده فريق تاني طبي ملحق بالعمليات بيحط الكترود معينة في أماكن بجسمه ويراقب الأعصاب وأنت شغال علشان يقول لك وأنت شغال إن أنت ماشي كويس إن هنا العصب اتشد عليه شوية لا ما تعمل كده كل الكلام اللي بيحصل ده بيزود نسب الأمان كل حاجة بتبقى محسوبة بدقة شايف ميكروسكوب يكبر الحاجة ويوضح الصورة تماما شايف جهاز ملاح جراحي او جهاز الاشعه العادي اللي هو فلوروسكوبي يورينا واحنا شغالين احنا داخلين فين بالظبط المستوى بالظبط واحنا بنحط الدعامه هي فين بالظبط جهاز مراقبه الاعصاب وفريق طبي يقول لك ان انت شغال هنا العصب اتشد عليه شويه هنا المفروض ترخي شويه فكل حاجه هنا محسوبه بدقه مع دكتور عنده خبره هو عارف هو داخل يعمل ايه عنده خبره في في استخدام الميكروسكوب وعنده خبره في التكوينات اللي هيشوفها تحت الميكروسكوب عنده خبره في التشريح، علم التشريح الميكروسكوبي، فاهم هيشوف ايه. الكلام ده لما يجتمع دي اسباب الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب بيها النجاح. علشان كده يعني ايه؟ يعني انا يمكن بحب انشر الحاجات دي على الصفحه بتاعتي، كنت زمان ما بعملهاش. يعني تجارب بعض الناس بالذات في الظروف المرتجعه اللي عملت وبقت عندها معاناه فتره سنه او الكلام ده في مستشفيات غير مجهزه واطباء قليل خبره. يعني هم ما كانوش مصدقين الحمد لله لما دخلنا وعملناها في مكان مجهز ان مكان ما بشتغلش الا في مكان مجهز واتعملت التقنيات الحديثه الحمد لله يعني اتحسن تماما رجع لحياته الطبيعيه تخيل الناس بتبقى قاعده في معاناه فتره طويله والحل موجود والحل بسيط ابتديت اخلي الناس دي تنشر خبرتها على الصفحه وحتى الناس لو عايزين يتواصلوا معهم علشان يعرفوا ان دي مش رفاهيه التقنيات الحديثة لما نقول ميكروسكوب لما نقول مستشفى مجهز لما نقول فريق مراقبة الأعصاب دي مش رفاهية ده دي الامان وهو ايه اهم في الجهاز العصبي من الامان الامان بين واحد بيعمل النهارده وبيخرج بكره يرجع لحياته الطبيعيه وواحد تاني ممكن يقعد في عجز فتره طويله شايف الفرق ما بينهم فرق مهم جدا السؤال اللي جاي دوت انا ما كنتش اعتقد ان انا هبقى متحمس لسؤاله الا في الفتره الاخيره اخر سنتين ثلاثه مثلا هنا التخصص المنوط به التعامل مع هذه النوعيه من الحالات السؤال ده ما كنتش من ثلاث سنين او من يخطر في بالي ان انا اساله لانه بشيء بديهي يعني لما اقول اصابه اكيد جراح مخ الاعصاب لكن دلوقتي لازم اساله لان شايف في فوضى في التعامل مع العمود الفقري والحبل الشوكي من تخصصات ملهاش علاقه او المفروض ما تتدخلش في الموضوع ده. هو بص يا دكتور ايمن هو مش تحيز علشان انا جراح مخ واعصاب وعمود فقري لكن فعلا هو يعني لو الانسان فكر فيها هو أهم تخصص ممكن يتعامل مع هذه المنطقة بالذات في الغضروف المرتجعة هو هذا التخصص ده تخصص أنت بتتعامل على أعصاب بتتعامل على التصاقات بتتعامل على وضع دقيق جدا فأنت محتاج التخصص ده التخصص اللي اتعود يتعامل مع التكوينات الدقيقة اتعود يستخدم الميكروسكوب تاني حاجة جميع العلم العمود الفقري لما نيجي نخش على الأبحاث العلمية بنلاقي أكثر الأطباء اللي شاركوا فيها واكثر الاطباء اللي هم شاركوا في التقنيات الحديثه وفي الابحاث الجديده هم اطباء بالذات جراحين المخ والاعصاب والعمود الفقري. انا بقى عايز يعني اخرج من حته الشخصنه وانا بقى بقول ان انا علشان انا جراح مخ واعصاب لكن عايز انصح الناس. لما يجي يتعامل مع العمود الفقري سواء في الغضروف المرتجع او في الغضروف حتى الغير مرتجع لازم يكون دكتور بيتقن جميع حلول العمود الفقري. يعني ايه جميع حلول العمود الفقري يعني في في بعض الحالات بتحتاج علاج دوائي فقط لا في حالات بتحتاج علاج تداخلي غير جراحي زي مثلا تردد حراري زي حقن في مراحل مبكره ضيق بسيط وظروف بسيط واخذ العلاج وما تحسنش واحنا مش مقتنعين انه يحتاج اي تدخل فممكن يجي دور التردد الحراري دور الحقن على جذور الاعصاب حاجه في مفصل الحوض يتعمل النقطه دي الحاجه الثالثه التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب في الحالات اللي هي لم تستجيب للعلاج الدوائي او حصل ضعف سواء ضعف جزئي زي مشط القدم او ضعف كلي زي الحبل الشوكي او الحالات اللي في هناك مشكله في اتزان العمود الفقري فاحنا بنضيف اليها الدعامات او في حالات تانية اللي هي الجراحه الكامله انا بتكلم ان جراح يكون بيتقن زي ما انت شايف هنا عندنا في الفيديو ده التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب يعني في الفقرات القطنيه يعني بتدخل من فتحه صغيره وبتستخدم الميكروسكوب علشان تقوم وبتستخدم يعني هنا بين جهاز الحفار علشان تشيل الزايده العظميه زايده عظميه بسيطه علشان توصل للغضروف وتم استئصاله الميكروسكوب بيتيح لك انك انت تشتغل من الفتحه الصغيره بيتيح لك ان انت تشوف العصب بوضوح شايف العصب بوضوح ازاي وانت بعدت العصب يعني حميت العصب ودخلت على الغضروف شلته بكل سلاسه والصوره عندك كانت واضحه تماما ومكبره الدكتور اللي منوط بيه العمود الفقري يكون بيتقن كل هذه الطرق مش هيستخدم طريقه واحده بس هو هيستخدم الطريقه المناسبه للمرض مش اللي نفسه فيها او اللي او اللي الحاله نفسها فيها لا هو يستخدم المحور او الطريقه المناسبه لهذا المرض لكن لو رحنا عند طبيب مع احترام الشديد للجميع لا يتقن الا الا طريقه واحده للعلاج يعني هو مثلا مش جراح اصلا فهو بيتقن بس انه يكتب علاج فممكن يبقى بنشوف حالات احيانا في ضغط على الحبل الشوكي وسايبها معاه والعيان بيضعف 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 لحد ما ممكن يوصل لمرحله شلل وقاعد ياخد ادويه وهي ما عدلهاش اي لازمه مش مكانها دلوقتي او دكتور تاني هو ما بيعالجش الا علاج الم يعني حقن او تردد حراري وفي حالات حالات غضروف كبير ضغط على العصب حالات غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي ما ينفعش فيها هذا المحور طب فرضنا ان الحاله اصرت او الدكتور عايز يتكسب او اي حاجه او سبب ما وعمل لها الحاجه دي احنا شفنا مشاكل كبيره جدا <applause> يعني شوف لما تروح عند دكتور علشان تتعالج ويحصل لك مشكله بسبب اختيار الطريقه اللي مش مناسبه انا شفت ناس كان عندهم غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي وبدا يحصل لهم ضعف بسيط لسه في اولى المراحل <applause> راحوا الدكتور وما ليه بدا الناس تعمل الكلام ده عملت حقن في الفقرات العنقيه على غضروف ضغط على الحبل الشوكي انا مش بقول الحقن والتردد الحراري غلط لكن بقول في المرحله المبكره مرحله ضغط على الحبل الشوكي وبدات اعراض الحبل الشوكي لما تحقن هنا خطر العينين دول حالتهم تدهورت تدهورت وصلوا الى اقتربوا من مرحله الشلل الكامل عايز اقول لك كذا حاله شفناها بهذا المنظر يبقى معنى كده انك انت لازم اختيار الطريقه المناسبه وهي بالمناسبه مش حسب الرغبه هي حسب درجه المرض هنا بقى مش مساله برضو سماع المريض لشيء معين عجبه شكله او شافه في احد البرامج يقول له يفصله على حالته هو هي كل حاجه من اللي احنا قلناهم وذكر اسمهم لها قيمه بس قيمه لمين قيمه اللي يناسبه آه. اتمنى ان النقطه دي تتبرس تتبرس بجد لان انا ابتديت اشوف مشاكل منها بالذات ان بدا يتم استخدام محور الحقن والتردد الحراري والحاجات دي في حالات ما ينفعش فيها والناس مش مدركه ان هو لو استخدم في الحالات دي هيؤدي لتدهور الحاله في نقطه تانية كمان عايز اقول عليها دكتور ايمن بمناسبه انت بتسال مين المنوط بيه في الغضاريف المرتجع مش بس على فكره جراح المخ والاعصاب مش اي جراح مخ واعصاب لازم يكون عنده خبره كافيه في جراحين مخ واعصاب عندهم القدره يعملهم الفريش الحاله اللي هي في الاول ممكن يعملها لكن غضروف المرتجع محتاج خبره اكبر ومهاره اكبر فمش أي حد برضو حتى في تخصص جراحة المخ والأعصاب، لازم حد عنده خبرة لأن دي حاجة دقيقة جدا، تبتكلم بتتكلم على تشريح خلاص اختلف، في حد غيرك دخل عمل عملية فأنت المنظر مش التشريح المعتاد، فمحتاج دقة متناهية استخدام الميكروسكوب هنا مش هزار، ده أمان، مفيش فيه أي نوع من أنواع الرفاهية، ده لازم يتم استخدام خلي بالكم يا جماعة دايماً كنا لما بنعدي وإحنا صغيرين جنب قسم جراحة المخ والأعصاب هو واحد من الأقسام اللي بتست... بتحترم جدا الليرنينج كيرف والخبرات ده بيبان في القسم كمان أي قسم في أي حتة في العيني في عين شمس في الحسين في آه إسكندرية في المنصورة في كل حتة كان لي قرب منها كنت لاحظ واحد من الأقسام التي هي جراحات القلب كل النوعيات دي بتحترم جدا تبص تلاقي ايه؟ هذا الدكتور واخد دكتوراه بس ممنوع هو وهو واخد دكتوراه صحيح في القسم انه يمد ايده على النوعيه دي من الحالات لسه ما وصلش للدرجه دي ده دكتور واخد ماجستير لا ده مش هيمد ايده اساسا على الحالات ده حقيقه فعلا ده اه كنا ولذلك كانوا دايما يقولوا جراح المخ والاعصاب لازم يتميز بالصبر ده انا بقول لكم صوره عشان تفهموا قيمه النوعيه دي من الجراحات ايه مش كده ولا لأ؟ طب ليه علشان الناس تبقى عارفه؟ الخلايا العصبيه دي خلايا ثمينه جدا ولا تجدد يعني يعني الخلايا دي هي اثمن ما اعطى ربنا سبحانه وتعالى للبني ادم الحبل الشوكي ده هو اللي بيمشي بيه وبيمارس حياته لو حصل فيه حصل فيه تاثر يعني خلايا ماتت مش هترجع تاني فمعناها ان اختيار الطبيب اللي هيقوم بالحاجه دي لازم يبقى من البداية صح 100% لأن في حالات لو اتعمل فيها أخطاء ممكن حتى لو جبت الطبيب الممتاز وأحسن واحد ممكن ما يقدرش يصلح يعني أنا اتكلمت عن حاجات اتحسنت معايا كانت عملت مع ناس تانية ده من حسن الحظ ما كانش حصل أن العصب اتقطع أو حاجة لأن حتى لو جبت أحسن مكان في العالم وأحسن دكتور والعصب كانت قطع والحبل الشوكي طب خلاص ما عادش في حاجة تعمل علشان كده مهم جدا من البداية اختيار الدكتور اللي عنده خبرة والمستشفى المجهزة دي فوق دي لازم الحاله تركز جدا في النقطتين دول قبل اجراء التدخلات الطبيه لان بالذات ان بتفرق فرق شاسع لما بتتعامل مع حد عنده خبره ومستشفى مجهزه النتائج بتبقى ممتازه بفضل الله بتوصل حاجه وتسعين في 90 وبيخرج تاني يوم وكانه ما عملش حاجه بيرجع لحياته الطبيعيه. هنيجي بقى لاهم سؤال واهم منطقه حواريه في النهارده مش في الكلام العلمي لا اهم منطقه لان هي دي المنطقه الاكثر يعني تاثيرا في الاعلام والاكثر المفروض يعني رسالتنا في الاخر في الحوار دي اهم رساله هتتقال في الفتره اللي جايه. ايه العلامات والاعراض الخطره اللي نقدر نقول عليها الريد فلاكس التي تجعل المريض يفهم وايضا عائلته تفهم انه الامور تسير في اتجاه القرار الجراحي بانواعه، ان احنا محتاجين جراحه بانواعها سواء ميكروسكوبيه او جراحه منظار او احدى الجراحه تمام كويس انا هلخص الاجابه لا جدا. انا مش عايزين نلخصها براحتك خالص الحته أنا دي انا عايزك عايز تديها حقها عايز اديها ملخص الاول يوصل للناس لان انا عايز في جملتين في جملتين يبقى الناس حطاهم في بالهم اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري لو في ضعف سواء ضعف جزئي او كلي مع وجود ضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي في الأشعات اعرف إن أنت محتاج تدخل هقول تاني وأرجع أشرحه لو في ضعف جزئي أو كلي مع وجود ضغط في الأشعات اعرف بدون ما تنزل من البيت أنت محتاج تدخل محتاج جراحة مفيش حل تاني م. لازم الضغط ده يشيل من على الحبل الشوكي أو من على الأعصاب يعني إيه ضعف جزئي أو ضعف كلي انا حقيقه يعني في فيديوهات مهمه او صور مهمه عايز اعرضها الضعف الجزئي ده بيحصل في الفقرات القطنيه اللي هو سقوط مشط القدم زي ما باين عند حضرتك م. سقوط مشط القدم يعني البني ادم الطبيعي بيقدر يرفع مشط رجليه لفوق ولتحت ويقدر يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجليه لما بيبدا يحصل ضعف في المراحل الاولى ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجليه مشط رجله مش قادر يحمل عليه هنا في الحاله دي انت حضرتك طلبت من الست انها ترفع المشطين مش قادره يرفعها رفعت الناحية الشمال مش قادرة ترفع الناحية اليمين وده على فكرة دي مرحل مرحلة متقدمة ده حصل آه. سقوط تام آه. في مرحلة تانية بتعرف ترفعه لكن مش جامد أو في المراحل المبكرة ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وكوبريكلي آه. ما يقدرش يحمل عليهم لأن درجات القوة هي خمس درجات الدرجة دي خلاص وصل للدرجة خلاص انعدمت القوة تماما. آه. لكن علشان نقيم قوة قوة عصب في خمس درجات. واحد اتنين تلاتة أربعة خمس بالظبط آه. هو لما يبدأ انه يحصل ضعف مش قادر يمشي على مشط رجليه وعلى كعب رجليه. أو يقول لك لو أنا لابس الشبشب ممكن يتخلع من رجلي. ده ريد فلاج في, في حالات الفقرات القطنية. آه. في غضروف أو ضيق ضغط على العصب ولازم يتم رفعه. آه. طب يعني إيه ضعف كلي؟ الضعف كل ده اللي هو اعراض الحبل الشوكي م. يعني ايه اعراض الحبل الشوكي انا عايز الناس تبص على المشيه دي وتدقق فيها جدا ده واحد ماشي بصعوبه عنده ثقل في رجليه عنده عدم اتزان في المشي رجليه متكتفه لسه النهارده كان عندي حاله في عياده قالت تعبير حس ان انا ماشي زي الانسان الالي شايف المشيه بتاعته صعبه ازاي كان كانه مضروفي ولا... ده ده الضغط على الحبل الشوكي الحبل الشوكي مضغوط في الفقرات العنقيه او الفقرات الظهريه بال لو في الفقرات العنقيه بيصاحبه تنميل وايه وضعف في ايديه، ايديه ما عادش يمسك بها الحاجه زي الاول. او لو في الفقرات الظهريه يبقى بس الاعراض في رجليه فقط، صعوبه في المشي، والجهاز البولي يتاثر والجهاز التناسلي برضو يتاثر. في نقطه مهمه جدا جدا في الحبل الشوكي عايز اتكلم عليها. لان بيقابلني التساؤل ده كتير جدا. يعني واحد زي اللي ماشي المشيه دي ممكن لما تروح لما يجي لي العياده واكشف اقول له احنا محتاجين نعمل على الفقرات العنقيه اشعه يقول لي يا دكتور انا ما بشتكيش من وجع في رقبتي ودي حقيقه. ممكن حد يبقى عنده ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه وما فيش الم. في حالات اه بيبقى فيها الم بس في حالات ممكن ما يبقاش فيها الم وما يبقاش فيه الم في دراعاته ودايما التركيز في الفقرات القطنيه تحت ويروح عند دكاتره اولا بيتاخر في التشخيص بتاعه. ممكن يروح عند اطباء بطنة او اطباء عاديين يقولوا له انت عندك ضعف محتاج تاخد فيتامين، ممكن حد يقول له عندك خشونه في في المفاصل ويتاخر، واحيانا بيروح عند أخصائي مخ واعصاب لكن قليل الخبره يعمل له اشعه قطنيه، يقول له انت عندك غضروف تحت هو اللي عامل لك المشكله. المشيه دي والرجل بتاع رجلك وانت ماشي، رجلك تقيله كانك ماشي في رمل، في عدم اتزان، ده الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه او الظهريه ولازم يتعمل عليها أشعة ومش مهم يبقى في الم في, في الرقبه، مم. ودي حاجه مهمه جدا، لان احنا قلنا ان الخلايا العصبيه ثمينه جدا. كل ما اتعملت في مرحلة مبكرة كل ما النتائج كانت ممتازة <applause> لما يتع... لو في عيان عنده غضروف كبير أو ضيق شديد ضغط على الحبل الشوكي مهما كان والحالة لسه في الأول وما بدأش يحصل الضعف الشديد ولا تأثر في الجهاز العصبي الحالة دي بتتعمل بكرة إن شاء الله بيتحسن وبيرجع لحياته الطبيعية <applause> طب فرضنا أنه ساب نفسه وبدا يحصل الضعف وبدا يحصل كدمات على الحبل الشوكي بيتعمل علشان نحافظ على الاجزاء السليمه واخد <applause> بال حضرتك وبياخد وقت على بال ما يرجع انما اللي بيتعمل في مرحله مبكره عشان كده احيانا الفقرات العنقيه لما بتتعمل بالذات بالتدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب من الامام ثاني يوم بقول له ارجع لحياتك الطبيعيه تماما لو شفنا الحاله ثاني هنلاحظ حاجه لو شفنا الفيديو ثاني هنلاحظ انه مش بس الضعف في الرجلين لو انتم عندكم الخبره الكافيه الضعف كمان في الايدين بالظبط برافو عليك اه يعني لا يعني انا ممكن مش آه عارف يمسك ما احنا قلنا الفقرات العنقيه ده كوادري ده كوادري باريسس كوادري باريسس اه لانه الايدين آه آه فيها كمان هايبوتونيا يعني باين جدا بعض السيدات تقول لك تعبير جميل جدا تقول لك حتى الحجاب بتاعي ما بعرفش اعمله زي زمان آه. ما بعرفش اللي بيكتب ما يعرفش يمسك الحاجه بايديه زي زمان آه. ان بدات بتبدا بان الفاين موفمنت تبدا ما يقدرش الفاين. آه. ما يقدرش يعملها وبعد كده ما يقدرش يضغط ما يقدرش يمسك لكن المشيه دي مميزه اتمنى ان هي توصل بوضوح اه باين جدا البيراميدال تراكت الجمله اللي هقولها دي للدكاتره بس البيراميدال تراكت موست vulnerable تراكت صح كده؟ طبعا طبعا اه يعني تراكت قابل للطعن بسهوله سهل جدا هش جوه الاسباني وعلشان كده يا دكتور ايمن انا قلت لك انا بقسم العمود الفقري لجزئين بتكلم العنقيه والظهريه الوحيدة القطنية يعني انا احيانا يجي لي عيان عنده غضروف كبير جدا وضيق كبير جدا في الفقرات القطنيه اه والعيان القوه بتاعته كويسه الحمد لله بيمشي على طراطيف صابع وكعب رجليه المشط ممتاز والالم اتحسن ممكن اتابع معاه ممكن اتابع معاه، لكن عندي في الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه لو في ضغط شديد على الحبل الشوكي حتى لو بدايه اعراض هنا لازم نشرح له لان ممكن لو ساب نفسه ممكن مع وقع او حاجه ممكن يحصل ضعف واحيانا بيحصل كدمه على الحبل الشوكي واحيانا ممكن ما بترجعش بنسبه 100% حتى بعد التدخل. علشان كده يعني لما بنتكلم عنقيه وظهريه زائد ضغط شديد على الحبل الشوكي لازم لازم يشيل الضغط ده من على الحبل الشوكي ما فيش هزار مع الحبل فيش نرجع تاني للعلامات الحمراء آه. انت راجل حد قاعد في بيته وحد بيقول له ان في ضغط على الحبل الشوكي وفي بدايه ضعف يعرف على طول ان في تدخل لازم تدخل جراحي يشيل الضغط من على الحبل الشوكي م. بلاش ارجوكم ان احنا ندور في لما يبقى في حاله ضعف ندور على اساليب تانية وبالذات ان التدخل الجراحي بالميكروسكوب او التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب دلوقتي بيتعمل بالأجهزة اللي قلنا عليها أجهزة الأشعة في غرفة العمليات جهاز مراقبة الأعصاب والحالة بتخرج تاني يوم وبترجع لحياتها الطبيعية وبقى يكرر يعني الفيديو هو بيعرضه هنا تاني شايف بندخل من فتحة صغيرة بندخل احنا حافظنا على كل التكوينات حافظنا على عظام العمود الفقري ده جهاز الحفار أو الدريل اللي شلنا بس الزايدة العظمية علشان نوصل للغضروف وبعد ما وصلنا للغضروف الدنيا بتبقى واضحة فبنحافظ على العصب لو في صوره تانية بنبعد العصب نحافظ عليه تماما لان بنشوفه مكبر وواضح تماما ونقدر نستأصل الغضروف نتائج هذه التدخلات بالذات في المراحل المبكره وبالذات في الحبل الشوكي نتائج ممتازه لما بتتعمل في مراحل مبكره وبالتقنيات الحديثه. شايفين ابعاد الابعاد اهو بنشيل الغضروف واحنا مبعدين ومراقبين وطبعا ده كله مونيتورنج يعني بنبقى عارفين آه غرفه العمليات المجهزه غرفه كل جزء فيها له قيمة كبيرة جدا هنا زي ما شايفين. هنا بقى الصورة هنا مهمة جدا في غرفة العمليات اللي باينة عندنا في الصورة. بالإضافة للميكروسكوب اللي بيتم استخدامه هو جهاز النيورو أو الملاح الجراحي. يعني إيه بس ملاح جراحي عشان الكلمة دي بتتقال كتير أو جراحة ملاحية. يعني هي زي ما السواق ماشي بيبقى معاه جوجل ماب علشان يعرف منه الطريق. فإحنا عندنا وإحنا شغالين جهاز أشعة بيوضح لنا إحنا في أي نقطة في جسم الإنسان. وفي درجات لجهاز الملاح الجراحي في جهاز الملاح الجراحي البدائي وهو كويس اسمه الفلوروسكوبي اللي بيبقى موجود في اوضه العمليات ده بيورينا ثنائي الابعاد في منه حاجات متقدمه اكتر بتوري ثلاثي الابعاد بتوري المستوى اللي انت شغال فيه بتوريك الدعامه انت حاططها فين بتوريك الدعامه واصله فين وده لازم يبقى موجود في الاقوى منه اللي هو جهاز النيورو اللي هو بيستخدم يورينا بقى بالظبط جميع الابعاد وداخل الى انهي مستوى وفي اي مستوى انت داخل وصلت لحد فين في الحاجه الهايلي ادفانسد قوي اللي هو يبقى عملوا دمك ما بين جهاز الملاح الجراحي وجهاز اشعه في غرفه العمليات علشان دايما جسم الانسان سواء في المخ بالذات في المخ بعد ما بيتم في الاجراء الجراحي شكله بيتغير شويه مليمترات عن اللي موجود في الاشعه مم. فهذا التغير بنسميه شفت في نومنا دي حاجه علميه فعلشان نتاكد ان ال 3 مللي حتى ال 4 مللي دول ما فرقوش في بيبقى فيه جهاز اشعه ثاني علشان يرجعنا الدقه اكثر مم. مم. لكن بداية من جهاز الفلوروسكوب اللي موجود في اوضه العمليات اللي هو الجهاز البيزك بتاع الملاح الجراحي ده لازم يبقى موجود، إذا التانيين موجودين خير لكن لازم على الأقل الأول يبقى موجود. مم. اللي احنا شايفينه ده احدى مقالاتك او احدى الابحاث المنشورة اه ده كان بحث عن التدخل في الفقرات القطنية وده يعني في بعض الحالات بنحتاج في في الفقرات القطنيه ان احنا نحط قفص كربوني مم. في حالات معينه ولبعض الناس وبعض انواع الغضاريف في المرتجعه بعد ما بيتم ازاله الغضروف المرتجع بنحط قفص كربوني ودعامات في في ابحاث حديثه ان احنا كمان ممكن نحط القفص الكربوني من غير دعامات مم. ده يمكن بحث تاني ده على الفقرات العنقيه مم. على التدخل في الفقرات العنقيه يعني الفقرات العنقيه دايما لها اهميه خاصه زي ما انا قلت في الحلقه وهفضل اقول علشان الحبل الشوكي. نورت وشرفت شفت. وابدعت كالعاده. ربنا يخليك يا دكتور. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم جراحه المخ والاعصاب اللي امتعنا النهارده بحوار علمي راقي جدا موسوعي في كل النقاط المهمه على المستوى للمرضى طلبه الطب لازم يستفيدوا دكاتره متخصصين في جراحات المخ والاعصاب الجونيورز هيستفيدوا جدا حتى الزملاء هيراجعوا معلومات مهمه جدا. محدش النهارده هيخرج من غير استفاده من لقاء الطيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور ايهاب محمد عيسى استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب العصر العيني جامعه القاهره عضو كونجرس الامريكي لجراحه المخ والاعصاب جامعه كورنيل بالولايات المتحده الامريكيه وجامعه كولومبيا وجامعه اريزونا وجامعه هلسنجي الفنلنديه وصاحب تكريم من جامعه القاهره على البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والاعصاب لعامي 2010 و15 و17 نورت يا فندم الدكتور شرف لي يا دكتور ايمن خليكوا دايما مع دكتور